السلام عليكم أعزائي الطلبة، اليوم نأخذ الوحدة الثامنة يونت 8 العنوان Where I live، حيث أنا أسكن أو أعيش أو أقيم. ستارتر بداية نلاحظ نمبر 1 Do you live in a house or a flat؟ هل أنت تسكن في بيت أو شقة؟ فلات شقة. Do you have a garden or a balcony؟ هل توجد أو تمتلك الحديقة أو الشرفة؟ بلكوني شرفة. Tell the class، أخبر الشعب أو الصف. الجواب ده صار I live in a flat، أنا أسكن في شقة. والسؤال الآخر نجد الإجابة we don't have a garden but we have a big balcony، نحن لا نمتلك الحديقة ولكن نمتلك شرفة كبيرة. لاحظوا هنا number 2، هذه الصورة تحتوي على الغرف والخدمات، living room، dining room، bedroom، kitchen، مطبخ، living room، غرفة المعيشة، بالإضافة إلى dining room، غرفة الطعام. هنا number 3، find the things in the house، write the numbers، إذن الأشياء الموجودة في ذلك البيت اكتب أرقامها. أبيت هما حاليا number 4 6 أكوكر طباخ، أكوكر على number 6. الصوفة، الصوفة 15 وهو الأريكة أو المقعد بدون أذرع كما تلاحظ. 12 التيفي، تلفزيون، تلفاز، نمبر 12. شاور، شاور لاحظوا الحمام يتضمن على شاور نمبر 1، شاور دش. نعود إلى هذه النقاط، التيبل نمبر 7، 5 الفريج، الفريج وهي الثلاجة كما تلاحظون في هذا الشكل. بعد ذلك ننتقل إلى محتويات أخرى داخل المنزل، اللامب، المصباح، اللامب، المصباح لاحظوا هنا هذا هو المصباح في هذه الغرفة، غرفة البيدروم. تجدون مصباح يحمل الرقم 3، اللام على البيت، الفرشة 4 كما بينا قبل في البداية قبل قليل. من بعض المحتويات الأخرى التي تجدونها picture، الصورة number 8، هاي الصورة في living room، وعندكم a magazine مجلة، هذه موجودة موقع number 14. أما 13 DVD player، مشغل CD أو الأسطوانة أو مشغل قرص. 9 لابتوب وهو كما تعلمون حاسوب المحمول يدويا نمبر 9. الديسك، هذا هو الديسك غير التيبل، يختلف كأنما هو المكتب الذي يضع به، بينما التيبل نضع عليه الطعام، بينما ذاك اللابتوب أو الكتابة. ننتقل إلى صفحة أخرى من هذه الوحدة الثامنة، نجد هنا العنوان Robert's Living Room، إذن هي غرفة المعيشة لروبرتس. هنا الفراغات موجودة نمبر 1،
فراغات يعني متعددة أكثرها تتضمن there. There is يعني يوجد. is كما تعلمون للمفرد there is أيضا there is، أما للجمع there are there are. هنا الفراغ المنيب there أيضا are، وذلك pictures صور فنستخدم are، و there are أيضا الجمع two lamps. هنا نمبر 2 تجد there's an old sofa، يعني إذا أريكة قديمة توجد. there are two armchairs موجودة هنا، اثنان من المقاعد أو الكرسي ذات ذو الذراعين أو المتكئين. Is there a TV؟ هل يوجد تلفاز؟ Yes there is. جواب. أما are لما هنالك الجمع. Are there any photographs؟ هل توجد أي صورة فوتوغرافية؟ No there aren't. الإجابة كما ترون. هنا ممكن الطالب أيضا يطلع، هناك مجموعة من الأسئلة عن عملية تكوين الأسئلة ask and answer، يعني تعتبر مهمة للطالب حول مراجعتها. Is there a sofa؟ Is there a sofa؟ الجواب yes there is. Is there a desk؟ No there isn't. Are there any armchairs؟ Yes there are. وأخيرا are there any photographs؟ هل توجد أي صورة؟ No there aren't. لا توجد. أيضا في هذه البقعة من الجرامر القواعد نشوف there are two armchairs الجمع نستخدم are، و there are يعني يوجد كما تعلمون، و there بالنسبة للمفرد TV، و there aren't any photographs لا يوجد أي صورة أيضا للجمع. ننتقل إلى صفحة أخرى من هذه الوحدة الثامنة، نجد هنا روبرتس بيدروم، غرفة النوم روبرتس الموجود، هذا صورة ذلك الشخص روبرت في الصورة، وهناك حروف الجر prepositions in on under next to under next to إلى جانب next to إلى جانب أو إلى جوار. هنا مثل التمرين لديكم فراغات، نعطيك مثال في البداية لك at the Roberts bedroom write the prepositions from exercise 1. هنا on the desk، then his laptop is on the desk، the CD player is next to the laptop. لو تشوفون تلاحظون بالصورة أن CD player شغل CD أو الخاص أو الأسطوانات موجود إلى جوار هذا اللابتوب وهذا سي دي بلاير. الفراغ الآخر موجود there are three books on the floor، خلي on حجر على الأرض next to the his bed، فموجود ثلاث كتب على الأرض وإلى جوار فرشته أو سريره. Number 4 his car keys are in the drawer، يعني إذا المفتاح أو مفاتيح السيارة كما تلاحظون موجود في الدرج، ممكن نسميه يعني بالعامية النجار يعني المفاتيح. إذا نخلي نستخدم حرف جر ان لأنه في داخل ذلك الدرج. Number 5 there is a football on the floor، موجود كرة القدم، كرة القدم موجودة على الأرض under the desk تحت المكتب، هذا كما تلاحظون تحت المكتب اللي نضع عليه اللابتوب.
هنا أيضا فراغات أخرى نحاول أن نجد لها.